أول ناس نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يهود بنو قينقاع. أول ناس نقضوا العهد. نقضوا إزاي؟ جه واحد تاجر قاعد، واحدة ست كانت موجودة قاعدة في السوق، فراح جاي واحدة ست مسلمة يعني، فراح جاي ربط بدبوس طرف هدومها من ورا برقبتها من فوق من غير ما تاخد بالها، واحد تاني عمال يشغلها في البيع وفي الشراء، وده راح عمل كده. فلما وقفت اتعرت، فدي عند العرب حاجة صعبة جدا. فأهلها لما عرفوا بالقصة دي راح واحد بقى من المسلمين دخل مسك التاجر ده قتله. التاجر ده بقى شغلته ايه؟ ديانته ايه؟ يهودي. حلو كده كويس. فلما حصل كده راحوا الجماعة اليهود بدأوا يعتدوا على المسلمين ويقتلوا بعض، وحصل مقتل عظيم. الفتنة دي بقى كان منشأها مين؟ واحد يهودي. كان اللي عاملها مين؟ واحد يهودي. كان في إشكالية، اليهودي عمل ايه في المسلم؟ في المسلمة المسلمة ربط عرها. لها عرها ربط لها وسابها. فلما وقفت اتعرت، فالناس ضحكت عليه، فكان موقف بايخ. فكده مش هينفع الكلام ده. فكان ردة الفعل القوية من العربي ان هو جه قتل اليهود، واليهودي كان يتكلم العربي. مش اليهود دول عرب برضو؟ كان عرب. كانوا يتحدثون، يسكنون مع العرب ويتحدثون العربية، لكن كانت الترانيم بتاعتهم والصلاة بتاعتهم والعبادات الدينية بتاعتهم بالعبرية. يعني هما مش عرب؟ لا، هم مش عرب. جايين منين هم؟ جم ازاي ولا جم منين؟ في منهم عرب يتحدثون العربية، لكن هم أصلهم كانوا من العبري، لكن هم أصلهم من قوم بني إسرائيل اللي هو كان سيدنا يعقوب وأبنائه من بعده. يعني جم من السلالة جاية بقى من مصر على فلسطين، على الشام، على الكلام ده كله. وهم في أصلهم كانوا موجودين في مصر، كانوا يعملون كخدم وكذا وكلام من ده. فهنا اللي كان حصل، كان فرعون كان بهدلهم، القصص دي كلها بقى يعني الكلام الطويل ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه بقى في يهود بني قينقاع لما عملوا كده ونقضوا العهد؟ بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يغزوهم عشان يشوف ايه الحل في الناس دي كلها. بداية طبعا كانت من اليهودي اللي عرى امرأة وما عندوش الحمية بتاعت العرب. يعني العرب حتى هم مشركين وكفار، لا كان عندهم حمية. في عصر الجاهلية كانوا يحترموا برضو ايه المرأة برضو، بس طبعا الإسلام جه عزز الموضوع ده، إنما هم عندهم حتة كده. احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الخنزير، أكل الخنزير دي، لأن الخنزير لا يغار على أنثاه، فمن كتر أكل الخنزير والكلام ده كله أصبحوا كالخنازير. يعني نفس القصة، نفس الترتيبة ونفس القصة كلها. فلازم ناخد بالنا بس من الحتة دي، احنا نتأثر بما نأكل. عشان كده القرآن حدد نوعيات المأكولات وما حرمه في القرآن، لأن انت بتتأثر. يعني الناس لما تاكل من حاجة واحدة، نوع معين من اللحوم أو نوع معين من الحيوانات، وتفضل مصر عليه، بتلاقي عندهم نفس الصفات. يعني بياخد، معقولة؟ يعني طبعا. ما اعرفش ده لا بياخد، يعني الذين يأكلون ولا تحليل. الذين يأكلون الحصان والفروسة والحاجات دي كلهم عندهم نفس القوة ونفس الطريقة ونفس الهجوم بتاع التصرف، وده ده موجودين. والذين ياكلون البقر عندهم نفس الهدوء والرونق والكذا والذين ياكلون يعني ده يعني. فالاكل له تاثير على عقليه الانسان وعلى تكوين الانسان وعلى تركيبه الانسان ايا ما كان. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما حدث ذلك قام بغزوه بني قينقاع. لما قام النبي عليه الصلاه والسلام بالغزوه بتاعت بني قينقاع دي، الغزوه يعني معناها حرب ضد العدو دخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. والسرية هو حرب ضد العدو لم يشترك فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي ما اشتركش فيها، فالنبي اشترك في ديك في قضية بنو قينقاع. بنو قينقاع كانت لهم بقى قصة قبل الكلام ده كله، ان دخل سيدنا عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام كان من بني قينقاع، دخل في الإسلام أسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله خليك عارف إن قومي دولك ناس متلونين وكلامهم متغير ومش طبيعيين، وأصحابه غدر وخيانة وكذا وكذا. فرسول الله خبيني، يعني داريني في حتة، وانده لقومي وقول لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام، لأنه كان رجل عالم وكان من أحبار اليهود، يعني كان فاهم وعارف، عنده علم جامد قوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام جابهم وقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وأفقهنا ومش عارف، وقالوا في شعر سيدنا عبد الله بن سلام. قالوا طب ما تقولون ان اسلم؟ قالوا لا يمكن يدخل في الاسلام ازاي؟ ده راجل عالم وراجل حبر وراجل 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 وكذا، يدخل في الاسلام ازاي؟ فخرج اليهم عبد الله بن سلام فقال لهم انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقالوا هو اسوأنا، غيروا نفس الكلام بقى، اسوأنا واشدنا خيانة واكثرنا مش عارف ايه، غيروا كل الكلام اللي اتقال. فاراد سيدنا عبد الله بن سلام ان يبين للنبي صلى الله عليه وسلم بل ويبين للامة كلها حالهم في حال القوة والضعف. يعني هو لما يبقى في حال قوة هو بيشتغل في شغلانات محددة. هم ده حالهم هم بالتحديد ولا حال اي حال؟
حد؟ لا، حال اليهود طول عمرهم لا، بس هم اكثر. اي حد لو قلب عليك هتقول فيه ما لا، قال ما هو دي نبي في ليست من الخلق. المبدأ، ليس من المبدأ. صاحب المبدأ ان يقول الحق وان كان مرا. طب سيدنا عمرو بن العاص قبل ان يدخل في الاسلام وكان على الشرك قبل ما يدخل في الاسلام، لما راح لملك هرقل عظيم الروم وقعد يحكي له وبتاعه وكلمه، فقال له طب تعالى، قالوا له رايحين يشتكوا عشان ان قريش عايزه مدد من هرقل عشان ضد النبي عليه الصلاه والسلام عشان يمنع الاسلام. فدخل وقال له، قال له ده الراجل ده بيتكلم في الاسلام والناس اتاثرت بيه والناس كذا والناس كذا والناس كذا وكده. فقال له طب انا حقني سالك وانت تجاوب. فقال له بقى، قال له هل الناس دي اللي بيدخل معاهم في الاسلام بيرتد سخطة على دينه بيرجع تاني للكفر؟ قال له لا. شوف خد بالك، ما بي ما بي ما بيغيرش كلامه. كلام. هل هؤلاء الناس يكذبون؟ يعني محمد ده عرفنا فيه الا صدقا. شوفي هو جاي يقول له احنا عايزينك تيجي تحارب محمد واصحابه عشان خاطر احنا مش عارفين نوقفهم. قال له طب قول لي صفاتهم، الناس دي كدابه؟ قالوا لا يكذبون. الناس ديك يعني بيعملون الفواحش؟ وقالوا لا ابدا، يحرمون الفاحشه ولا يقتربون النساء ولا يفعلون كذا مش عارف ايه، الناس دي كذا الناس دي كذا الناس دي كذا. فسيدنا عمرو بن العاص بيقول انا مش عارف، مش لاقي حاجه اقولها فيهم مش كويسه. فقمت اجتهدت، قلت له والله احنا دلوقتي احنا بعاد عنهم بقالنا يجي اسبوع ولا حاجه، ما نعرفش هل غدروا في الاسبوع ده ولا ما غدروش، لكن عادتهم لا يغدرون. اهو ده كان راجل مشرك ما كانش في الاسلام، ولكن لما يقول كان يقول الحق ويقول الصدق ويقول كذا، ما يكذبش وما يقعش في الكلام. طبعهم لا، لكن دول بيغيروا متلونين وشديدوا كثير الغدر وهم كذا، حتى يغدروا بعضهم على